أهلا بكم. حاول رئيس حكومة الإطار إطار الميليشيات محمد الشياع السوداني تقديم صورة مختلفة ومغايرة عن حقيقة الوضع في العراق في خطابه الأخير في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عدة أيام، حيث قال السوداني إن حكومته تمد يدها لجميع الدول الجوار وترفض التدخل في شؤون العراق الداخلية تحت أي ذريعة. وأضاف السوداني أن العراق لن يعتمد سياسة المحاور في علاقاته الدولية وسيتعامل مع الجميع على وفق مصلحته الوطنية فقط، وهو ماض في تعزيز مكانته الطبيعية في ميدان التعاون الدولي على حد تعبير السوداني. وأكد أن حكومته أيضا تبنت برنامجا إصلاحيا شاملا وطموحا، وهي تركز على توفير فرص العمل وتحقيق نهضة الخدمات ومحاربة الفقر ورفع المستوى المعيشي ولجم الفساد، كما أن العراق أصبح بيئة آمنة لجذب الاستثمارات الأجنبية. خطاب السوداني في الأمم المتحدة قوبل بسيل عار من السخرية والتهكم من قبل الناشطين العراقيين الذين رأوا فيه تمجيدا فجا بحكومته التي شكلتها الميليشيات الخاسرة في الانتخابات الأخيرة. خطاب السوداني في الأمم المتحدة ومحاولة تقديم صورة مغايرة عن الوضع الحقيقي في العراق هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة الآتية: هل فعلا كانت كلمة السوداني في الأمم المتحدة تمجيدا لحكومته فقط وتغاضيا أو تغاضت عن انتهاك سيارة العراق كما يقول عدد من البرلمانيين؟ وأين هو البرنامج الإصلاحي الشامل والطموح وتوفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية ومكافحة الفساد الذي تحدث عنه السوداني؟ وهل فعلا أصبح العراق بيئة آمنة لجذب المستثمرين والاستثمارات الأجنبية للبدء بالنهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة؟ ولماذا يؤكد المراقبون أن النظام السياسي الحالي في العراق في طور الاحتضار رغم كل التضليل السياسي والإعلامي لقواه السياسية؟ ضيفات طاولة: عبد المنعم الأعسم، صباح الناصري. وضعنا برنامجاً يحمل أولويات حاسمة تمثل ملفات لا يمكن التهاون في تنفيذها، تقع في صلب احتياجات شعبنا، وتركزت هذه الأولويات على توفير فرص العمل وتحقيق نهضة واسعة في الخدمات ومحاربة الفقر ورفع المستوى المعاشي. كأن السوداني قد تسلم منصبه يوم أمس، فجاء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ليبشر العالم برخاء اقتصادي واجتماعي في العراق، مستخدما شعارات ذكرها منذ سنة حول الإصلاح المزعوم، فإذا بالأيام والليالي تمضي والعراق من سيء إلى أسوأ، ولم يشهد العراقيون إلا مزيداً من الفقر والتدهور الاقتصادي والانهيار الخدمي. وبعد أن أغرق السوداني العراق بالإصلاحات المزعومة، لجأ لينظر في قضايا دول العالم ويلقي على حكوماتها النصائح وخطط الرقي والتطور. ولولا أنه يمثل عراق ما بعد الاحتلال لظن السامعون أنه ممثل لدولة من الدول المتقدمة، ولم يتطرق ولو بكلمة واحدة إلى سلطة الميليشيات التي ترهب المواطنين والدولة، وتحدث عن استقلالية القرار والسيادة منفصلا عن واقع أصبح فيه رئيسا للوزراء باتفاق ميليشياوي تحت ظل النظام الإيراني، بل ربما حتى خطابه في الأمم المتحدة دبجه المسؤولون في طهران. 4 أيام لا أكثر مرت على خطاب السوداني الذي أثار استغراب الحاضرين والسامعين، حتى فوجئوا بفاجعة حريق قاعة الأفراح في الحمدانية التي فضحت وعرت شعارات الإصلاح الحكومية، وأثبتت مجدداً كم هو الفساد متجذر في الدولة، وأن الحكومات لم تتعظ بفاجعة عبارة الموصل ولا حريقي مستشفى الحسين وابن الخطيب لتلزم المباني العامة بإجراءات السلامة أو تحاسب المسؤولين لكي لا تتكرر هذه المآسي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي ستبحث وتسلط الضوء على خطاب رئيس الحكومة الحالي محمد الشياع السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ضيفاء الطاولة:
عبد المنعم الأحسم، أستاذ عبد المنعم الأحسم الصحفي والكاتب السياسي، وسيكون معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن، وسيكون أيضا معنا من تورنتو في كندا الدكتور صباح الناصري أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. أهلا بك سيد واجد. ونبدأ مع ضيفنا من لندن الأستاذ عبد المنعم الأحسم. أستاذ عبد المنعم، أنت كمراقب كمواطن عراقي، كيف تابعت خطاب السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ وكان الرجل يتحدث وكما قال الناشطون وأيضا الكثير من العراقيين الحقيقة الغالبية كأنه يتحدث عن بلد آخر غير العراق الذي تعرفه ونعرفه ويعرفه العالم كله. نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة في اللحظة التي استمعت فيها إلى خطاب السيد السوداني جاء في بالي رواية الألماني ريمارك، كل شيء هادئ في الجبهة الغربية، وهو مزاعم القادة العسكريين الألمان حول الجبهة العسكرية في الغرب التي كانت تنار وتستسلم وتتصدع وتجري فيها المذابح فيما هم أعلنوا وبشروا المواطنين أن كل شيء هادئ في الجبهة الغربية، وهي حولها إلى رواية ريمارك وقد منعت آنذاك. فالحقيقة هذه يعني الحديث بأن الوضع مستتب والأوضاع تحت السيطرة وأن هناك يعني هناك برنامج إصلاحي وهناك تحولات وتطورات والحكومة ماسكة، يعني هي يعني أقدر أقول تمنيات أكثر مما هي حقائق على الأرض. وكان على السوداني من وجهة نظري يعني كان أن يأتي بخطاب آخر، أن يناشد المجتمع الدولي، أن يناشد المنظمات العالمية أن تساعد العراق في تجاوز هذه الورطة التاريخية التي تهدده بالاستقالة من الخارطة. كان عليه أن يطلب مساعدة في مكافحة الفساد، مساعدة في تفكيك الميليشيات، مساعدة في وقد كان في الحقيقة يعني الأمر المعروف وهو يلقي خطابه كان العالم في تلك الفترة وعشية الخطاب كانت قد نشرت حوالي 10 تقارير ودراسات عن الأوضاع الداخلية في العراق في أوروبا وفي معاهد محترمة ومحترفة قدمت يعني صور مفزعة عما يجري في العراق حول التعليم، حول الفساد، وحول تعدد السلطات في العراق، حول انهيار مؤسسة القضاء. يعني كل شيء كان يعني متداول ومعروف والعالم يعرفه عدا عن الرأي العام العراقي. أنا صحيح بعيد عن الرأي العام العراقي، عن مجسات الرأي العام، لكني أطالع شبكة التواصل الاجتماعي وأطالع وأرى بعض الفضائيات وأرى وأتصل أيضا بناس يعني حقيقة هناك يعني خيبة أمل من المواطنين بهذا الخطاب. خطاب لا يصح أن إنسان مجروح وإنسان يعني يعاني من المجاعة ويعاني من السكن ويعاني وأنت تعرضه أمام العالم كأنه إنسان سعيد ويرفل بالسعادة. هذا أمر يعني حقيقة. هو كان أيضا الحكومات السابقة يعني تقدم خطابات نفس الخطاب ونفس الطريقة، ويبدو هو أيضا السوداني مشى على هذه وقد نسى أنه يمثل يعني يمثل تحالف. هذا التحالف فشل من عام إلى عام إلى عام، وعلى مدى 20 عام هو قاد البلد إلى في متاهات وفي يعني في أزمات متواصلة، أزمات مفتوحة أدت إلى مذابح، أدت إلى هددت البنية المجتمعية العراقية، حتى أصبح الحديث عن مستقبل العراق حديث غامض فيما إذا استمرت هذه الأوضاع على حالها واستمرت الطغمة الحاكمة تمسك بمقاليد الأمور. نعم. نتحول إلى تورنتو وضيفنا هناك دكتور صباح الناصري. مساء الخير دكتور صباح. مساء النور أستاذ ماجد، تحية طيبة لحضرتك والأستاذ عبد المنعم والعاملين ومشاهدي قناة الفضاء. ارفعوا لنا الصوت من يم دكتور صباح شوية واطي. ماشي دكتور صباح، هل يعتقد السوداني بهذا الخطاب الذي رسم أو قدم صورة وردية
عن العراق أن الرأي العام في العراق يتفاعل إيجابيا مع هذا الخطاب، يصدق مثل هذا الخطاب، وهو ويخالف عقله ويخالف واقعه المزري على كل الصعد. يعني عندما يقول السودان يتحدث كأنه يتحدث عن سويسرا وليس عن العراق، هل يعتقد أن كلامه يعني يتعامل معه على محمل الجد والصدق؟ كل رؤساء الوزراء عايشين في فقاعة حقيقة، ومنصبهم منصبهم منصب رمزي مثل رئيس الجمهورية، لا يحل ولا يربط. الحل والربط بين الميليشيات وأحزاب التابعة لإيران، فهو بس بالصورة. فكلهم لو تجد خطاباتهم راح تجد خطاب السوداني نسخة من خطاب الكاظمي، وهكذا نفس القضية. الهدف منه باعتقادي، وهذا حسب ما يسموهم مستشارين الصدفة اللي يجمعون حولهم، بالمناسبة هذا السوداني عين أكثر من 130 مستشار و 99% من عندهم من عشيرته، أخذها وليه، يعني أخذ رئاسة الوزراء وليه معكم. نعم. شنو هدف المستشارين؟ ثلاثة أشياء، هذا اللي يفهموه بالسياسة بس: تسويق النفس والحكومة الفاشلة، وكأنه داخل انتخابات. بالمناسبة هو أيضا كان يسوق انتخابات مجالس المحافظات، يريد ولاية ثانية. زين، لما يريد ولاية ثانية، لما يسوق النفس يحاكي طرفه، أو الطرف الأول إيران، يسوق لإيران. لو تجد أنت في الكلمة يريد يربط إيران تجاريا واقتصاديا وإقليميا وبيئيا وكل شيء، وكأنه يمثل دولة إيران، وكأنه موظف أو محافظ لولاية إيرانية. والطرف الآخر اللي الكلمة موجهة له حسب مستشاري، هي هذه استشارتهم توصل لهذا الحد بس، تودد لأمريكا. لاحظ أنت في الخطاب في الكلمة هذه هنالك إشارات بخصوص احترام اتفاقيات الحدود هاي للكويت، الثانية بخصوص كردستان، فلوس ندفعها لكردستان، هذا تودد لأمريكا، الله يخليكم خلوني قابل بايدن، لا أكثر ولا أقل. المجزرة الحقيقية باعتقادي أستاذ ماجد، لازم نرجع شوية خطوتين لورا. نعم. لأن على مستوى الخطاب وعلى مستوى البلاغة وعلى مستوى التنسيق وعلى مستوى التنظيم وعلى مستوى التفاعل، مجزرة دبلوماسية، انتكاسة حقيقية لعضو مؤسس للأمم المتحدة مثل العراق، مجزرة دبلوماسية. لاحظ أنت وزير الخارجية فؤاد حسين يتصرف كأنه وزير خارجية إقليم كردستان، وفد إقليم كردستان يلتقي بالدول وبالشركات، وفؤاد حسين موجود في مفاوضاتهم، يخلي الوفد العراقي المفروض هو يمثل الشعب العراقي وحكومة السوداني، ويستغل وقته لتسويق لحكومة إقليم كردستان والاستثمارات، وبالذات يحاكى أيضا الدول العربية اللي بدها تستثمر بشكل كبير في إقليم كردستان. طيب شنو سوى؟ أجل كلمة السوداني من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، يعني من يوم الثاني لاجتماعات يعني الهيئة العمومية للأمم المتحدة اللي هو ثاني يوم كل الدول موجودة، أجل يوم الجمعة العصر. ما باقي بس عمال الكافتيريا بالمناسبة، لو تلاحظ الخطبة ما حد أكو، الناس كلها راحت. ليش؟ حتى الأخ فؤاد حسين وزير خارجية إقليم كردستان عنده وقت يستغله بمفاوضات الوفد إقليم كردستان، وأقنع بأن هنالك وفد أمريكي يريد يقابلك يوم الأربعاء، هذا أهم من خطبتك للأمم المتحدة. لاحظ، يقول له بمعناته سوق نفسك لهذا الوفد الأمريكي حتى يسوي لك مقابلة ويا بايدن أحسن من العراق وخطبة الأمم المتحدة والدفاع عن مصالح العراق. لاحظ كيف يفكرون. فبالتالي تم تأجيل الخطبة من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة، ما حد كان موجود مثل ما قلت، بس عمال الكافيتيريا يحاكي نفسه. خطوط عريضة للخطوة، احنا نقدر ناخذها بالتفاصيل خطوة خطوة، فقرة فقرة، لكل الملفات اللي أشار إليها. بخطوط عريضة ثلاثة: تسويق النفس وحكومته، ويريد ولاية ثانية، الثانية تسويق لإيران، الثالثة تودد لأمريكا، الله يخليكم خلوني قابل بايدن. هذا إهانة بالمناسبة مو بس للعراق، إهانة للسودان نفسه، لأن أنا أعتقد أن الأمريكان نصحوا فؤاد حسين أن السودان يأجل خطبته من الأربعاء للجمعة حتى ما حد أكو، حتى تكون إهانة له. هاي رسالة من الأمريكان، ما مستعدين نقابلك. يعني مو معقول هذا الاستخفاف والاستهتار بمصلحة
وشعب ودولة عريقة تاريخيا وفي تاريخ الأمم المتحدة. نعم. بهذا الشكل الفلكلوري الكاريكاتوري المهزلة الحقيقية بكل معنى الكلمة. أشكرك. أكو مشكلة يا دكتور صباح أن الصورة أيضا تهتز، أرجو أن يعني تساعدونا أو تنبهونا إلى هاي القضية حتى نتلافاها إن شاء الله بعد سؤالنا لأستاذ عبد المنعم. أستاذ عبد المنعم، الحقيقة الحكومة وأنصارها يقدمون يعني دفاع مختلف عن هذا الذي تقولان أنت ودكتور صباح الناصري. يقول أن خطاب السوداني في الأمم المتحدة الحقيقة كان عبارة عن رسالة استراتيجية أو حيوية مهمة للعالم، تقول إن الاستقرار في العراق قد تحقق وقد أنجز، وتحدث أيضا حتى عن داعش، قد انتهى داعش ولا حاجة لنا بالتحالف الدولي، ونحن الآن طوينا صفحة عدم الاستقرار، الزعزعة، الاضطرابات، والآن نحن في مرحلة الشروع بالنهضة الاقتصادية وإطلاق التنمية، وتحدث عن بيئة آمنة سنتحدث عنها لاستثمارات أجنبية قادمة. هل تلمس ثمة مؤشرات على استقرار حقيقي وليس هش أو زائف، وأيضا مؤشرات على إطلاق مشروع اقتصادي أو تنموي قادم في المرحلة القادمة بعد طي قضية الإرهاب ومتعلقاتها؟ نعم، الحقيقة السؤال متشعب، ولكن دعني أدخل للتعامل مع السؤال بالإشارة إلى أن العالم، نعم، لك الوقت الدولي. أنت لك الوقت، جاوب على هالأسئلة المتشعبة. شكرا جزيلا. نعم. العالم والدول الكبرى وتملك مجسات كثيرة لمعرفة أحوال العراق واستعداده وأهليته لأن يستقبل الاستثمارات، ولا يحتاج العالم إلى خطاب من السوداني ليذكره بالحالة الوردية في العراق أو أن هناك مشروع اقتصادي وأن هناك ضمانات للاستثمار وهناك نهضة اقتصادية. العالم الآن أصبح عالم مفتوح، والإعلام والوصول إلى المعلومة، وهناك وسائل متعددة لمعرفة حقائق الأمور التي تجري على أرض العراق، و يعني ربما السوداني الوحيد هو لا أو يتصرف كأنه لا يعرفها، لا يعرف هذه الحقيقة. الخطاب بهذه الطريقة هو مسيء لحكومة السوداني من وجهة نظري. يعني كان لازم مرة أخرى، كان لازم أن يبصر العالم بالمشكلات اللي يعانيها العراق حتى يطلب المساعدة. هذا أولا. ثانيا، موضوع الاستثمارات والتسهيلات للاستثمارات والوعود التي تقدم، المستثمرون الكبار في العالم يعرفون ولديهم تجارب مريرة في التعامل مع الساحة العراقية ومع الاقتصاد العراقي. هم يعانون من المشكلة التالية: هناك تعدد للسلطات في العراق، وسلطة القرار مقسمة بين السلطة التشريعية وسلطة الأحزاب، والأحزاب مرهونة إلى الخارج، وهناك تأثير لإيران في هذه الأحزاب، والاستثمارات تخضع لاعتبارات الطائفية والاعتبارات الفئوية، وتخضع لابتزاز كبار المافيات، رجال المافيات والمرتشين. وهذه حقائق يعني لا نتمناها أن تكون بالنسبة للعراق. هذا إحنا لا نتحدث عن دولة أجنبية معادية حتى نسود صفحتها، هذه حقائق موجودة على الأرض ومتداولة، وإذا كان السوداني يحتاج إلى معلومات بالإمكان الإشارة إلى مصدر هذه المعلومات. الاستثمارات الأجنبية حتى تهيئ لها ضمانات وحتى خليني تشجعها. استاذ عبد المنعم، خليني هذا، خلينا نعم. نتحدث عن البيئة الآمنة، شروط ومقتضيات البيئة الآمنة، نعم، الاستثمارات الأجنبية. بس أخليك ترتاح أنت، نعم، شوية، خلي ترتاح شوية، نعم، نروح للدكتور صباح وأنت أيضا ترتاح شوية، تقوح إن شاء الله عندك العافية، نعم، وبعدين أرجع، نعم، لك إن شاء الله. شكرا. ماشي، شكرا. الدكتور صباح، أيضا السوداني تحدث بثقة كبيرة أنه يرفض التدخل من دول الجوار وغيرها
في شؤون العراق الداخلية وأنه لن يسمح بالمس بسيادة العراق الوطنية، هكذا تحدث. يعني السوداني يبدو منفصل عن الواقع أم أنه يمارس التضليل أو التزييف السياسي بين قوسين، حتى طبعا هذه أقتبسها من 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 أحاديث الناشطين العراقيين. كيف يرفض تدخل دول الجوار في شؤون العراق والوقائع، والتقارير تتحدث أن العراق منذ 20 عاما ساحة مستباحة لكل دول العالم إقليم وغيرها، وهو يقول نرفض التدخل بشؤون العراق الداخلية ومس بالسيادة الوطنية العراقية؟ أستاذ ماجد، شوف يعني في كل هذه الملفات لم يذكر مثلا إيران أو تركيا. نعم. يعني لما نتحدث عن قضية المياه، نعم، ما يجيب اسم إيران وتركيا. لما يتحدث عن قضية الأمن ما يجيبها تدخلاتهم العسكرية والأمنية وضرب القصف. نعم. لما نتحدث عن تجارة المخدرات مثلا ما يجيب اسم إيران وسوريا، ويتحدث وكأن العراق في قارة أخرى، وكأن جيران العراق مو لاعبين بالطوبة بالعراق 24. هو يحاول أن يعني يوحي بأن هنالك قوى يعني مثل فضائية أو نازلة من كوكب آخر تتدخل بشؤون العراق، وليس إيران بالدرجة الأولى مثلا. هناك من يقول أيضاً. هناك من يقول دكتور صباح أنه تجنب ذكر الأسماء والدول بالأسماء الصريحة من مقتضيات التعاطي أو التعامل الدبلوماسي للمسؤول الحكومي لرجل الدولة. هذه الدبلوماسية تقتضي، توجب، تفرض عليه هكذا. بالعكس أستاذ ماجد، الدبلوماسية تقتضي أنك تسمي الأشياء بمسمياتها. نعم. لما تتحدث أنت عن البيئة مثلا، عن شح المياه في العراق وتدمير البيئة العراقية، بإمكانك أنك أن تقول أن هنالك اتفاقيات دولية بين العراق وتركيا وإيران بخصوص حصص المياه. إذا كانت الآن يعني تمر في أكثر من دولة، بإمكانك تسميها لأن هي معروفة القضية دوليا وفي المحاكم موجودة، مو شيء مخفي، ولكن تأكيده أمام الجمعية العمومية، أمام دول العالم، يحشد لك دول على مستوى العالم لمصلحة الدولة العراقية. النقطة الثانية مثلا قضية المخدرات، يتحدث عن المخدرات وكأن المخدرات تنزل باراشوت ما أدري من وين، ممكن تسمية إيران للأرجنتين إيه. وسوريا هذه الدول يعني أغرقت المنطقة كلها بالمخدرات وأدت إلى مشاكل اجتماعية، ولا بد نتعاون من أجل الحد من هذا. بإمكانك، معروفة هي، يعني مو في شيء مخفي على العالم، يعني مو مثلا قرية جيكور اللي مولد بها السياب ما يعرفوا العالم وين، وتشرح لهم انها مو بالخصيب. هذه قضايا معروفة دوليا. بالعكس، القصد من التسمية، تسمية الأشياء بمسمياتها، هو من أجل تحشيد رأي عام دولي، من أجل تحشيد لدول عدة تساعدك باتخاذ قرار، تساعدك بالدفاع عن مصالحك الوطنية. هو يتجنبها لأن ما مسموح له من الميليشيات ومن إيران أن يتحدث أو يذكر اسم إيران أو تركيا مثلا بأي فقرة من فقرات أو بأي ملف من ملفات. على العكس من ذلك، لو تنظر أستاذ ماجد لكل هذه الملفات تجده يسوق لإيران، لابد أن الإقليم كله يلتقي ويسوي تجارة ويسوي اقتصاد ويسوي بيئة ويسوي معرف إيش، ربط سككي قضية المياه. شو يقول؟ لازم الدول المنطقة يعني وإيران والمنطقة الخليج يعني تتعاون. هي شو قضية دول الخليج قضية المياه؟ أنت علي ما تضحك؟ مو إيران قطع عليك المال، تركيا قطع عليك المال، الخليج شنو دخله؟ يعني أقول لك مجزرة حقيقية. أشكرك، خليني أشكرك دكتور صباح، أعتذر من عندك لأنه مضطرين نتوقف عند هذا الفاصل، ثم نعود إن شاء الله لإكمال النقاش بعد الفاصل. مشاهدي الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيفينا في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وهما الأستاذ عبد المنعم العسم والدكتور صباح الناصري. بعد الفاصل نعود، يبقوا معنا. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل
خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي تسلط الضوء على خطاب رئيس الحكومة الحالي محمد الشياع السوداني في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ضيفاء الطاولة الأستاذ عبد المنعم الأعسم الصحفي والباحث السياسي، ومعنا أيضا أستاذ العلوم السياسية الدكتور صباح الناصري. أستاذ عبد المنعم، كانت نقطة أجلناها قبل الفاصل، وهو الحديث، تحدث السوداني أن العراق أصبح بيئة آمنة لجلب الاستثمارات الأجنبية، وذلك للشروع بإطلاق مشروع للنهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة وما إلى ذلك. إذا كان العراق غير آمن لسكان المدنيين، فكيف يكون آمن للاستثمارات الأجنبية ولرأس المال الجبان سواء الداخلي أو القادم؟ ما هي شروط البيئة الآمنة؟ ما هي متطلبات مقتضيات أن تكون هناك بيئة آمنة لتستقبل وتستقدم استثمارات أجنبية؟ نعم نعم، شكرا جزيلا. في الحقيقة في العراق هناك بيئة، هناك أرضية، هناك بنية تحتية لدولة ممكن أن تساهم بالاقتصاد العالمي. العراق موقع جغرافي، موقع مميز في خاصرة الألم بين الشرق والغرب، في قلب شبكة الاتصالات والمواصلات العالمية. العراق من المؤسسي أوبك، وهو دولة نفطية ومساهمة بتشكيل النظام الاقتصادي العالمي. العراق يملك ثروات كثيرة، يملك ثروات مهمة، يملك ثروة بشرية كبيرة جدا ومؤثرة، ولديها عمق تاريخي و خزين بالمعارف والاستعداد للتطور. العراق نعم يستطيع أن يبهر العالم كله وأن يجلب كل استثمارات العالم، ولكن المشكلة ليست هي في العراق كدولة من الناحية يعني من الناحية الجغرافية والسياسية، بل المشكلة هو في النظام السياسي. المشكلة في الحكومة التي تدير شؤون البلد، هي تضعف عناصر الحكومات المتعاقبة، ودعني أقول الأنظمة المتعاقبة، هي أضعفت هذه عناصر القوة في البيئة العراقية. يا إما أنها يعني دعني أشير إلى جانب واحد من عناصر القوة في يعني في البنية التحتية العراقية. نعم. هو هذا التعدد القومي والديني والمذهبي بالعراق. هذا مصدر قوة كبيرة. هناك قوة مسيحية، هناك شعب مسيحي متكامل لديه ثقافات ولديه مهارات، هناك شعب كردي ينتج الزراعة ولديه أراضي زراعية، هناك العوامل العراقيون في الفرات الأوسط اللي هم يعني أيادي عاملة ومحبة لبلدها، هناك في الغربية المجتمع السني اللي هو يمتد عريقا إلى الامتداد العربي. في المجتمع العراقي، في الدولة العراقية، هناك عنصر قوة مجتمعية هائلة ممكن أن تجلب كل استثمارات العالم بدون يعني مبالغة. ولكن المشكلة هو أن هذه الحكومات التي تدير شؤون البلد، وهذه الحكومة حصرا التي ارتهن قرارها السياسي بيد مجموعة فاسدة، من مجموعة سياسية خاسرة في الانتخابات وفاسدة وفاشلة، وقادت البلد من فشل إلى فشل. هذه الحكومة هي التي
أضعفت عناصر القوة في المجتمع العراقي وحولت العراق إلى بيئة طاردة للاستثمارات. الآن المستثمرين يعني لا ينتظرون مني أن أسود صفحة يعني البيئة العراقية الحالية حتى يمتنعوا. هم لديهم مجسات ولديهم وسائل الاتصال ولديهم معارف، وهم يعرفون أن هذه الفئة الحاكمة لا تريد استثمارات، تريد استثمارات في شروطها. شروطها هي أنها تبتز هذه الاستثمارات وأنها أوصلتنا إلى هذه إلى هذه النقطة وإلى سلوك هذه القوى أو الميليشيات أو المافيات. دكتور صباح، هل متصور بيئة آمنة للاستثمارات سواء كانت يعني عربية أجنبية وحتى عراقية في ظل دولة تحكمها الميليشيات والمافيات وفرق الموت الخاصة تمارس الفساد، تستحوذ على كل شيء، تشارك الناس في أعمالهم وفي البزنس وتفرض عليهم إتاوات وخاوات؟ هل يتوقع أن تكون هناك بيئة آمنة في ظل قبضة السلطة الميليشياوية؟ لا طبعا استاذ ماجد، هو هذه خلينا نسميه اللا امن هي منهجيه. يعني هذه الاحزاب ما تسمى الاحزاب، هي مو احزاب طبعا، عصبيات او اقطاعيات وميليشياتها تقصد انها يعني تغيب الامن بالمنطقه بالعراق. لانه لما يستقر الامن وتكون هناك مؤسسات وسياده قانون للمحاسبه والمتابعه الى اخره واستقطاب لرؤوس اموال اجنبيه للعراق، تفقد هذه الأحزاب والميليشيات سطوتها، تفقد إمكانيتها بالتحكم بمفاصل الدولة، تفقد إمكانيتها لاستنزاف الملكية العامة للشعب إلى آخره. فإذا عدم الأمن وعدم الاستقرار هي منهجية، هي مو خطأ تقني، لأنه وجود هذه المنظومة الفاسدة الميليشياوية هو قائم على تغييب الأمن، الأمان والأمن بالعراق. يعني الوظيفة مثل ما تعرف استاذ ماجد، الوظيفه الوجوديه للدوله، يعني الوظيفه الاساسيه للدوله هو حفاظ الامن والامان للمواطنين. اذا 20 سنه الامن والامان غائب، اذا هذه منهجيه لتغييب الدوله وبالتالي تغييب اي ربط حقيقي للعراق سياسيا واقتصاديا وتنمويا واستثماريا بالسوق، يعني السوق الدوليه او العالم، ما عدا النفط طبعا مفروض عليهم من امريكا. ليش؟ لأنه أي تطور اقتصادي، يعني مثلاً خذ على سبيل المثال صباح الناصري يريد يستثمر بالعراق، يريد يستثمر بقطاع حيوي معين أياً كان هذا، الزراعة الصناعة، رأساً إيران راح تتدخل، لا لازم الاستيراد كله يكون من إيران، الميليشيات والأحزاب تضرب الاستثمار مالك. أريد أستثمر مثلاً بقطاع خلينا نسميه التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتعليم الماكينات الماكيني إلى آخره، لا يقول لك هذا إذا صار راح نفقد إحنا كل وسائلنا للفساد، لأنه راح يصير كل شيء تقني، يصير هناك حوكمة تقنية، ما راح يكون هناك فساد أو رشاوي أو ابتزاز، لا ما ينفعنا فيضربونه وهكذا. إذا عدم الاستقرار وعدم الأمن والأمان هي منهجية هذه المنظومة لطرد أي استثمار عراقي أو خارجي كي تبقى هي في السلطة. هذا هو المشروع مالهم. ما ممكن ابدا رفع مستوى المعاشي للشعب العراقي اللي الان بالمناسبه عدد العراقيين اللي يعيشون في الفقر وتحت خط الفقر ازداد بشكل خرافي بسبب هذه السياسه. اي محاوله لرفع مستوى المعاشي للشعب العراقي، نعم، بناء قطاع خاص يكون منتج، راح ينضرب من ايران وراح ينضرب من الميليشيات وراح ينضرب من الاحزاب، مستحيل. اشكرك أستاذ عبد المنعم. أيضا نقطة مهمة تحدث عنها السوداني في خطابه في الأمم المتحدة، قال أن حكومته تبنت أو أطلقت أو صممت برنامجا إصلاحيا شاملا وطموحا، وهي تركز في أولوياتها على توفير فرص العمل ومكافحة البطالة والخدمات الأساسية ومحاربة الفقر ولجم الفساد وما إلى ذلك. الحقيقة الغريب أن كل حكومة، سبع حكومات تشكلت من 2003، تتحدث عند تشكيلها في خطابها في برنامجها أو خطابها الأول عن إطلاق مشروع للإصلاح السياسي، وتنتهي الدورة الحكومية بدون نتائج تذكر.
الإصلاح اللي تتحدث عنه القوى السياسية هذا قد يكون مختلف عن الإصلاح المعروف والشائع لدى يعني في العلوم السياسية عند الناس. أي إصلاح يتحدث عنه السوداني؟ عن أي إصلاح؟ نعم، في الحقيقة هو البرنامج الحكومي لحكومة السوداني هو يتضمن في أكثر من مكان الإشارة إلى اعتماد مبدأ الإصلاح وإصلاح يعني المستويات الاقتصادية المختلفة، منها إصلاح ملف الإسكان، ملف التربية، ملف، وتحدث يعني البرنامج الحكومي بعبارات وصفحات طويلة وكثيرة عن هذا الجانب. فهو لم يتحدث السوداني في الأمم المتحدة عن شيء جديد، ولكن الشيء الجديد هو يتحدث كما لو أنه قطع شوطا في هذا الإصلاح، في حين الكل يعرف أن ملف الإصلاح ووعود الإصلاح على الرف الآن هناك تخبطات للسياسة الحكومية الاقتصادية، هناك تراجعات كثيرة في أكثر من ما يعني يكفي الإشارة إلى سعر الدينار العراقي بالمقارنة إلى الدولار أين وصل، أي عن أي إصلاح يتحدث يعني كأنه العالم لا يعرف، العراقيين لا يعرفون أن الدينار العراقي عندما عبر للـ160 ألف دينار العراقي مقابل الدولار، كأنه هذا لم يجر ويلات للملايين العراقية والمحتاجين والفقراء والعاطلين على العمل وتعطيل الصناعة وتعطيل الأعمال العامة. هذا هو الشيء الواضح. أنا لا أنظر إلى موضوع الحديث عن الاستغلال على أنه كل ما هناك كذبة يعني لا تعدو عن كذبة. أشكرك دكتور صباح. أيضا يعني تعهد السوداني أو قال أن العراق لن يتخذ من سياسة المحاور مسارا، لن يتورط، لن ينخرط في أي محاور لا أقليمية ولا دولية، ويتعامل مع العراق مستهديا أو بوصلته هو المصلحة الوطنية العراقية. هل فعلا تلمس أن العراق الآن دولة مستقلة بقراراتها، غير منقادة، غير ذيلية لأي محاور كانت إقليمية أو دولية، أم هذا كلام السوداني كلام رومانسي الحقيقة لا علاقة له بالواقع؟ طبعا شوف الجملة الافتتاحية لكلمة السوداني حول ما يسمى إرادة الاتفاق والتفاهم، نعم، تغلبت العراق الجديد وكأنه لم يحدث انقلاب على نتائج الانتخابات وقصف وميليشيات وهجوم على كردستان وعلى المنطقة الخضراء. يعني هنا يبدي الكذب. هذه الجملة الافتتاحية هي مفتاح الكلمة، محاولة للتغطية، يعني كذبة كبيرة، وهم للتغطية على كل الفشل. يعني مثلا خذ انت اقرأها بهذا الشكل، لما يتحدث عن الاستثمارات ان العراق آمن واصبح آمن وهكذا، شنو يقصد؟ معناته الميليشيات اللي كانت تقصف وتهدد الأمن وانقلبت على الانتخابات واصبحت هي الحكومة، اضمن لكم الان او هي تضمن لكم الان ما راح تقصفكم بعد، يعني احنا صرنا حكومة. يعني هذا كله تغطية على فشل هذه الحكومة. لما يتحدث عن الفساد يحاول يغطي على سرقة القرن ونور زهير قاعد ببغداد ويسوي عزايم، والدولار من قد ما استنزف من قبل إيران كمية الدولار اللي نزلها هذا المعلاق مدعلاق، نعم، هذا المال علاق بالبنك المركزي، محافظ البنك المركزي، جايبين فد واحد فاشل في كندا كان عنده محل مال لنقات ما ادري شنو، وجابوه سووا محافظ بنك مركزي. هذا استنزف من شهر 3 الى اليوم كل كميه الدولار المفروض توصل للعراق بسنه. نعم، يعني الامريكان هاي الضغوطات اللي سواها الحكومه راح تزداد في الفتره القادمه. يعني غسيل الاموال واستنزاف الدولار والفساد ما وصل الى مرحله من المراحل مثل ما وصلت ايام السوداني. كل هذا هو يحاول يغطي على كل هذا ببيع أوهام، ببيع كذب مثل الحكواتي. وهذول الناس أقصد بها التشيع السياسي بالذات، أفضل شيء تجيده هو بيع الكذب. نعم،
وغير لا شيء، بس كذب، عايشين في فقاعة، في وهم، ويبيعون وهم ويعتقدون أن العالم بهذا السذاجة يصدق هذا الكلام. يعني قلت لك مهزلة، هو أهان نفسه وأهان العراق من خلال هذه الخطبة. لو كان إنسان حقيقي بغض النظر عن كيفية وصوله إلى الحكومة ومن دعمه، ولكن أحيانا الإنسان حتى الدكتاتور في لحظة ما يصير عنده خلينا نسميها قطرة دم من الغيرة والشرف على بلده، ويسمي الأسماء بمسمياتها، وإن كانت نهاية خلينا نسمي حياته السياسية، ولكن يفضح هذه المنظومة القاتلة الفاشلة الفاسدة. بالمناسبة باكر السنوية الرابعة لثورة تشرين، نعم، واستحضار روح الثورة وهنالك تحضير الاحتجاجات، وقد ينفجر الشارع ويكشف كذبة السوداني وكل حكومته بالاستقرار والأمن والكلام الفارغ هذا كله. نعم أشكرك أستاذ عبد المنعم. الحقيقة يعني أغلب المراقبين والواقع يبدو يعني يدعم مثل هذا القول، يقولون أن هذا النظام السياسي بكل قوى بدون استثناء على الإطلاق ليس لديها رؤية سياسية ولا مؤسسات ولا عندها الإرادة ولا الرغبة في بناء مؤسسات حقيقية، ولذلك العراق تحت قيادتها سائر من سيء إلى أسوأ، نحن وصلنا إلى ربما الحضيض وما بعد الحضيض، وهذا طبعا بشهادة الواقع والتقارير الدولية وغير الدولية. تعتقد أن هذا الكلام توصيف دقيق أو ربما أو هو اتهام ربما مبالغ فيه؟ أوكي الواقع تمام سيء، لكن قد تكون هناك مبالغة. لا، ربما هذا الكلام لا نتمناه في الحقيقة. نعم. يعني العراق يصل إلى الحضيض، نعم، أو ما بعد الحضيض لا يتمناه أي واحد حريص على بلده وينتمي إلى هذا البلد وفي الحقيقة يعني يسعى إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه والحيلولة دون أن يتدهور ويعني يسقط من الخارطة. الحقيقة أن يعني الحقيقة العراق الحقيقة هذا لا نتمناه، لكن عندما يقتل يجرح ويقتل ما يقارب 500 فرد، نعم، عراقي في ليلة واحدة في قاعة، نعم، مملوكة لواحد من قارة الميليشيات مستولى عليها، أرض للدولة مستولى عليها ومقام عليها بناء بمخالفة كل شروط السلام والأمان، في ليلة واحدة 500 بين قتيل وجريح. نعم للأسف، للأسف. وهذا يعني أن كل الملايين العراقيين المواطنين العراقيين لا يعتمدون على حياتهم، نعم، سواء في الأفراح أو في الأحزان أو حتى في الحياة العامة. هذا استنتاج منطقي وطبيعي. المهم يمكن الإشارة إلى أن هذه الطغمة الحاكمة التي حكمت البلد 20 عاما من فشل إلى فشل وصلت إلى النقطة التي يجمع عليها كل أصحاب العقول، نعم، وهي أنها استنفذت وظيفتها لبناء دولة. نعم. يعني ممكن أن تبني غابة، ممكن أن تسوي يعني حظيرة، ممكن أن أي شيء تسوي، ولكن أن هذه الجماعة، هذه المنظومة الحاكمة بأسمائها، بأحزابها، بمسمياتها، بتنظيماتها، بزعاماتها، هي استنفذت وظيفتها التاريخية وانتهت إلى المزبلة المبكرة. قد من وجهة نظر كثيرين وأنا منهم قد تستمر لسنوات وقد تزور هذه الانتخابات القادمة وتكسب السلطة مرة ثانية وقد تدير البلد مرة أخرى لأربع سنوات قادمة. أنا أقول قد، ولكن في الحقيقة هي أنها كلما طال أمر حكمها على العراق كلما ألحقت المزيد من الدمار في البنية المجتمعية والتاريخية العراقية. هذا هو الاستنتاج. هم كل ما هناك يلفون ويدورون. الآن هم في الدورة السابقة كان حكومة الكاظمي ألقت لهم بخشبة النجاة بأنه لم يكن لديهم أحد يكون رئيس حكومة وجاء الكاظمي لإنقاذهم. الآن أنقذهم
اسم محمد السوداني باعتباره تكنوقراط أو باعتباره لم يلوث وباعتباره موظف نزيه أو موظف مسلكي وغيرها. في المستقبل قد يصطنعون شخص آخر وقد يعني يستولون على السلطة بقوة السلاح، بقوة المال، نعم، بقوة التزوير، ولكن في الحقيقة الشيء الأساسي الذي ينبغي أن نؤكده أن هذه المجموعة فقدت من هذه النقطة التاريخية. من هذه النقطة والحقيقة يعني الحقيقة الناصعة دكتور صباح، الحقيقة يعني ثمة رأي الكثير من المراقبين يقولون أنه رغم محاولات السوداني تقديم صورة وردية كما جرى في الأمم المتحدة والخطاب السياسي كله هكذا مع شركائه أيضا عن في تقديم صورة مختلفة مغايرة عن الوضع في العراق، إلا أن هذا النظام السياسي بحسب هؤلاء المراقبين الحقيقة هو في طور الاحتضار بسبب فساده وقمعه وبطشه ويعني الكثير من الصفات والمزايا التي فيه هو مزايا لأعتى نظام دكتاتوري، حتى وأن قيل أن هذا النظام ديمقراطي تجري فيه انتخابات وما إلى ذلك. طور الاحتضار واصلين لهذه النقطة إحنا؟ لاحظ أستاذ ماجد، ليش الأمريكان أهانوا السوداني في الأمم المتحدة ورفضوا أن يقابل بايدن؟ لأن هذه الحكومة شكلت ب14 شرط من الطرف الأمريكي، من ضمنها مثلا حل الحشد الشعبي، إيقاف استنزاف الدولار وتهريبها إلى إيران ولا سوريا، منع الميليشيات من التدخل بالملف الأمني إلى آخره. ما نجحت هذه الحكومة في أي ملف من هذه الملفات، بل على العكس ازدادت سوءا. الآن الأمريكان فرضوا شروط إضافية على هذه الحكومة وعلى السوداني حتى يلتقي ببايدن، بمعنى هذه الحكومة يعني تشكلت في لحظة خلينا نسميها في ثقب من الزمن بالصدفة نتيجة للحرب في أوكرانيا. الأمريكان رادوا بعض الاستقرار النسبي، ما رادوا تشكل حكومة يهيمن عليها التيار الصدري وما يعرفون شلون يتعاملون وياها، يمكن عنده حرية أكثر بالتعامل لأنه هو من صنيعتهم مثل هذه الأحزاب، فراهنوا عليهم بس على شرط أن ينفذ كل الشروط اللي فرضت عليهم أمريكا حتى يبقون بالسلطة، ولا نفذوا أي شيء. هذا يعني أن الأمريكان بكل سهولة ممكن يتخلون عنهم إذا هنالك مرة أخرى باكر استذكار روح ثورة التشرين، إذا ازدادت الاحتجاجات واستمرت لأكثر من يومين ثلاثة وكبر حجم الاحتجاج بالشارع، الأمريكان راح يعطوهم إشارة أشكرك. ما بالإمكان هذه الحكومة أن تستمر ويدفعوا بها باتجاه الاستقالة أو إسقاط هذه الحكومة. يبدو الصوت أيضا بالدقائق أو الثواني الأخيرة انقطع من دكتور صباح. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى لنا إلا أن نشكر ضيفيها وهم كلهم الأستاذ عبد المنعم اللعسم الصحفي والباحث السياسي وكان معنا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن، كما نشكر ضيفنا من كندا في تورنتو أستاذ العلوم السياسية في جامعة يورك الدكتور صباح الناصري وكان معنا أيضا عبر سكايب. كما أشكركم مشاهدينا الكرام وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.